حدثنا زهير بن حرب حدثنا وهب بن جرير حدثنا ابي عن يونس الايلي عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما ان اسامه بن زيد رضي الله عنهما كان ردف النبي صلى الله عليه وسلم من عرفه الى المزدلفه ثم اردف الفضل من المزدلفه الى منى قال فكلاهما قال لم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يلبي حتى رمى جمره العقبه